هذا انت لك فريز؟ اي انا لك انا خيالي. لك شو طلع شو جايبك لهون بهالوقت؟ انا ما قلت لك خليك بالدكانه حتى اجي انا، شو بدك تخرب لنا بيتنا؟ لك ما اجاني نوم ولا اجاني عود يا فهمي، قلت لحالي بيجي لعند منك وبشمشم على الاخبار. لك شو بدك بالاخبار انت؟ خلص روح جاي على الدكانه. لا ما بدي اطمن اذا كان عباس الجابي قتل ولا ابو طالب ولا لا. وطي صوتك يا حمار، وطي صوتك. خرب بيتك، هي شغله كبيره فيها قتل زلمه، مو اي زلمه، قتل ابو طالب، فلازم تاخذ وقت شباب انت. لا بركي ما زبطت القصه. تزبط خلص، انت شو بدك تزبط ظابطه؟ لا اكيد بتزبط. لك عباس الجابري رح يضل لاحقنا ابو طالب لحتى يقتله. لا بركي ما قتله. لا انت شو بدك؟ اذا ما قتله شو بدك يعني؟ اذا ما قتله بترجع لي ذهباتي على دوز باره، مفهوم يا فهمي؟ برجع لك يا يلا رجع الدكان قبل ما يشوفك حدا من رجال ابو طالب ويشختك. لا دخيلك يخرب بيتك على هالمنطق. يلا رايح رايح على الدكانه، لا اطلع منها لحتى اجي انا. ها خرب بيته شو دبقة. لا ما لا ما شو هذا؟ لعما ليش هيك السوق سكر عم يصبر صغير؟ لعما وين راح تعالى؟ السلام عليكم أبسامين. وعليكم السلام، أهلين نوي. لك شو القصة؟ ليش هيك الدكاكين كلها مسكرة؟ ليش ما دريت ما دريت؟ لا والله ما دريت. شوفي برا صارت لك طوشة طوشة كبيرة بالإمارية وراح فيها أحلى شباب الإمارية. شو عم تحكي أنت؟ مين راح؟ عباس، عباس الجابري. عباس الجابري راح؟ لا شو عم تحكي أنت يا صديق؟ هوني على قبطي عليك يا عباس الجابري، يا خرب بيتك يا يا فريز على القصة. عباس الجابري مات، الله لا يوفقك يا عمي على الدبار الطابوس اللي وقعك فيها. كيف شو بدي روح بحالي أنا؟ لك عباس الجابري راح، عباس الجابري مات، وين راح عباس الجابري؟ الله لا يوفقك يا عمي. فهمي هاي حلال عاد والمشاكل الحق. يخرب بيتك نقزني، شوفي شو صاير. عباس الجابري انقتل يا ابو التدابير، انقتل. قتل؟ يبليك بقتلك على الخبريه، منين سمعت هالحكي؟ رحت لشمشم الاخبار وشوف شو صاير، سمعت الخبر على ريق بطني. ياما ولي هذا الشيء ما كنت حاسب له حساب ابنه؟ حاسب حسابه مالك حاسب حسابه؟ هلا رجعني ذهباتي لحتى تجيب لي دوباره ثانيه. شو شو عم تقول؟ قطشت افهمي، قطشت، عم اقول لك رجعي ذهباتي وخليني امشي. لك يا اجدب يا بهيم، وين ما رحت وين ما اجيت رح يضل ابو طالب لاحق، فهمت؟ اخي لا تاكل همي بنوب، نوب لا تاكل همي، رجعي ذهباتي وانا بدبر حالي. لك يا فريز يا حبيبي، انا وعدتك خلصك من هذا ابو طالب، ما رح اتخلى عنك بنوب. هلا بس يخلص العزاء انا مرتب لك خطه جديده رح تعجبك تمام التمام. ليك على الحكي، ليك على الحكي، عم قل لك عباس الجابري مات 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 مات، شو بيعموت فهم؟ ايه واذا مات في اخو حمزه. مين هذا؟ هذا الفصعون اللي عم يبكي على خبزه، بده يقدر على ابو طالب. لك خل عني اياه، خل عني اياه. لك لا تستهتر بحمزه، بيقولوا عنه قبضاي وزكرتي وبياكل راس الحيه. اخي شيلني من حمزه ومن طمزه، رجعي ذهباتي وخليني امشي بحال سبيلي، الله يرضى عليك يا فهمي. والله يا حبيبي يا فريز انا بدي رجع لك ذهباتك، بس يعني والله ماني عارف شو بدي لك. اخي لا تقول لي ولا بقول لك، رجعي ذهباتي وصلى الله بارك. انا بدي رجع لك اياهم بس انا تصرفت فيه. شو؟ شوي شوي ان شاء الله، عم اقول لك تصرفت بالذهبات. لك شلون تتصرف بالذهبات قبل ما تروح في شنطك معي؟ لك انا شو عرفني انه رح ترجع بكلامك مثل الحرقمه؟ رح الزلمه مات مات يا فهمي مات. وانا اشتريت بالذهبات مال كاني. عن جد عم تحكي؟ لا عم مزح. الله لا يوفقك يا بوص، الله لا يوفقك يا عمي. لك انا بدي ذهباتي، بدي ذهباتي، بدي ذهباتي. لا تطوش لا تطوش، ذهباتك بيصاروك. عم نقول لك ذهباتك صاروا بالمالكانه. والمعنى؟ المعنى ما في غير حل واحد قدامك، انك تاخذ المالكانه بدل الذهبات. لا انا شو بدي اعمل بالمالكانه يا بوص؟ شو بدي اعمل فيها؟ بتبيعها. انت بيعها ورجع ذهباتك وخلصنا من القصه كلها. هي شباب لا
لو كنا استأجرنا حنطول لك يا فهمي، مو أحسن من المشي على رجلينا اللي بتهد الحيل؟ لك مشان ايش الحنطور؟ اعتبرت مشاي شمت هوا لك فريد؟ جايبني من اجلي لهون على الربوي على اجري مشان شمت هوا. لك اخي المشي منيح للجسم، بحرك الدم. ومين قال لك انه انا بدي حرك دمي ونحم على قلبي يا مين؟ وهو علي العجز وتنقلك فريد، ليك ما وصلنا لحشة حجر. لك ان شاء الله بلحشوه كبير ماله قرار بجاه الحبيب محمد على الاستفادة. لك امشي خلصني. تعال هون من هون من هون. لك يا فمي عاجل انت بتطلعني وبتنزلني، والله دوختني. لك وين هالمالكان البطيخة هاي معك انها نصها؟ لك حاجتك بقى تلعي، ليك نوصلنا هاي المالكانة شوفها قدام عينك. وين هالمالكانة؟ مالك شايفها؟ لا مالي شايف شي. بجوز لانه الدنيا ليل وعتم ما رح تشوفها مزبوط. لك كنا جينا بنهار وخلصنا. لك شوف النهار بدك تجيبنا بالحرائي وبالشوب؟ اخي ما حبيتها، ما حبيتها لهي المالكاني كلها على بعضها، ما حبيتها. شو قصدك يعني؟ اخي بيع على هي المالكاني ورجع لي ذهباتي وبلالي الدويقة كلها على بعضها. ايه ما فشرت تاخذ ذهبي وحده ولا؟ لك شو عم تعمل يا فامي؟ عم تسحب على اي سكينه؟ شو جنيت انت؟ ايه بدي اذبحك واخلص منك ونسيك الذهب ليوم يومك يا كلب. هلا بصرخ بلم عليك الناس يا فهمي. قد ما صرخت هون وقد ما عيطت ما حدا رح يسمعك. بدي نسيك الذهب طول حياتي. يا عالم هل... يا هو تعال هون يا واطي. ألو نعم نعم، رئيس مخفر النوات. احترامي سيدي. نعم سيدي، المذكور جاري البحث عنه لأنه شاكين بأمره باختفاء بنت من النوات. سيدي نعم سيدي، أنا قبل شوي اتصلت بالسرايا وعممت مواصفات المذكور على كل مخافر الشام. نعم سيدي، مقتول بأرض كيوان؟ لطيف، مقتول لحاله سيدي؟ عفوا يعني لقيته جنب جسته بنت صغيرة عمرها سنتين سنتين ونص. نعم سيدي نعم، راح انتظر التحقيقات. نعم سيدي، بس بعد اذنكم انا حابب اطلع على مجرى التحقيق. شكرا سيدي، مع السلامة سيدي، مع السلامة. يا عم مين له مصلحة يقتل فريز النو؟ قريبة. يخرب بيتك كنت رح تروحنا، العمى بعيونك العمى. لا وكل هالذهب معك ونايم عليه؟ يلا منيح ارتحت وريحت الخلايق منك. بيته كان حيروحنا. اديني جهنم ارتاح وريح. مجد افندي خطر لي خاطر. شو؟ ليش ما يكونوا الفرنساوية هن اللي قتلينه لفريز النو؟ اي والله، ولما قتلوه كانت معه البنت ام اخذوها؟ معقول؟ وانت شايف بهاليومين الفرنساوي نازل تقتيل وحفظ بهالخلايا على ابو جنى. وارد جدا، ممكن يكون صار هيك فعلا. لذلك يا ماجد افندي بمعية الله ومعيتك لازم نوصل للدورية اللي قتلت فريز النو، ومنها رح ناخذ الخبر بيقين. معقول؟ خلص تركي هذا الموضوع وانا رح اسال معارفي بطريقتي. الله يرضى عليك، واستعجل شوي، انت شايف الحال والبيت عندي ما بتهدوا. تكرم يا ابو طالب، وصدقني موضوع المحروسه اخذ كل وقتي. الله يرضى عليك يا ماجد افندي، ولا يضرك بمحب بجاه الحبيب محمد. مرحبا يا عارف الشام. يا ميت اهلين وسهلين، تاج راسي شلونك؟ اهلا وسهلا. وين الغيبة بعد زمان والله؟ والله انت اذا انت ما بتجي لعندي فانا بجي لعندك، شو بدي اعمل يعني؟ يا ميت اهلين وسهلين راجي افندي، يا حلت علينا البركات، شاي ولا بارد تاج راسي؟ ما حذرت بنوم. ما فهمت عليك
سيدنا الافندي. ايوه بكره وقت اطلبك لعندي على النظاره افهمك اياها بالقلم نشرح. اوف خير خير شو صاير؟ انا خدامك سيدنا انا خدامك. حاجز دبا ولا؟ حاجز دبا عمل لك وين قد بعت لك اياها؟ مين اصلا؟ مين قصدي؟ فريز النو؟ الله لا يوفقه. الله يورجيني في يوم. اوف 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 ليه بقى؟ والله يا سيدي لو ما انت بعته لعندي وامرتني اني خبيه عندي كنت فرمته فرم لهالمضروب. قال اويناه عنا قام سرقني وهرب. يخرب بيته لا عنده شرف ولا عنده ضمير ولا عنده اخلاق. ابو فهمي هالحركات مو علي انا. انا اسمي راجي افندي رئيس مخفض إماريه. وينه؟ وين عملك؟ والله ما بعرف يا سيدي ما بعرف. لك حاج دباب لا وينه فريز النو؟ قلي لشوف. صدقني ما بعرف وينه. ايه شو علي يا ابو فهمي؟ بس بكره وقت استدعيك لعندي على المخفر بتهمه قتل فريز النو ساعتها قال لي ما بعرف. والله ما تطلع من عندي بالما نتفاهم. راجي افندي راجي افندي بوس رجليك انا خدامك انا. ايه ها بوس رجليك خلينا نتفاهم خلينا نحكي حكي غير. من الاول ما بدي بقى خلصني. تفضلوا شوف شغلك يلا روح بسرعه. بذمتي بضميري بصحتي بعافيتي انا حاسب حسابك من الاول. كذاب ولا؟ والله حاسب حسابك من الاول راجي افندي. يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده لك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم علي